اليوم نحن خرجنا لنأكد لكل العالم انه نحن يوم ما خرجنا من سوريا مظاهرات سلمية، ونحن اليوم بنأكد انه نحن مستمرين بثورتنا. لو تكالبت علينا الامم، لو كل العالم خزلونا، لو كل العالم باعونا، بس نحن رب العالمين معنا، وبنأكد لكل الشعوب انه مستمرتنا ثورتنا ماشية وباقية ان شاء الله ما دامت السماء والارض. باذن الله باذن الله منتصرين. بنقول لاهل درعا، وبنقول لاهل حمص، وبنقول لكل الثوار، فوري فوري رجل واحد لنسقط هذا النظام بشار الأسد. وبإذن الله بإذن الله منصورين منصورين. لو ضلينا 100 سنة لح نضل بالثورة، ما لح نوقف عن الثورة. أولاد أولادي لح يضلوا بالثورة. أنا هون عندي أحفاد هلأ عم يحتفلوا معنا هوني. أنا عمري 67 سنة، أحفادي هلأ هوني عم يحتفلوا معي، وولاد ولادهم بدون يقيموا بشار. يعني بشار ما له قاعد، مهما كلب الأمر ومهما تكالبت علينا الأمم والدنيا كلها معه، بدنا نقتله وبدنا نقيمه بإذن واحد أحد. ذكرى السنوية الثامنة للثورة السورية، تجمع الأحرار من شتى المناطق السورية ليرددوا شعارات الحرية التي كانت وستبقى مطلب السوريين في كل مكان. جدع رش أورينت نيوز، مدينة الباب، ريف حلب.